أعلنت وزارة الداخلية عن عقد المؤتمر 29 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات تحت شعار التحديات وآليات المواجهة. المزيد نجده في سياق هذا التقرير. تحت شعار المخدرات المستحدثة التحديات آليات المواجهة، عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر 29 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، والذي استمرت فعالياته على مدى 4 أيام، ويأتي في إطار خطة التدريب السنوية 2021-2022. وسلط المؤتمر الضوء على مشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة وإساءة استخدام السلائف والكيماويات في تصنيعها، مع إبراز دور التقنيات الحديثة في الكشف عن المواد المخدرة والتصدي لترويجها عبر المنصات الإلكترونية. أهدف المؤتمر إلى استعراض وتحليل الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة في ضوء التحديات الأمنية الراهنة لا سيما في ظل تأثير جائحة كورونا ورصد التحديات والمشكلات التي تواجه أجهزة المكافحة واقتراح الآليات اللازمة لمواجهتها قانوناً وأمناً. تناول المؤتمر على مدى جلساته المخدرات التخليقية المستحدثة وتأثيرها على المجتمع في ضوء التحديات الراهنة، وجهود أجهزة وزارة الداخلية في خفض الطلب على المواد المخدرة والتصدي لجرائم الترويج والجلب والإتجار، والنجاحات التي تحققت في هذا الإطار، إضافة إلى أهم الحلول اللازمة أمنياً وتشريعياً لمواجهة ظاهرة انتشار المواد المخدرة. المخدرات أحد الوسائل والأدوات التي تستخدمها حروب الجيل الرابع والخامس للقضاء على استقرار أي دولة من خلال تغييب الشباب، وعشان كده أنا النهاردة كان هدفي أن أنا أوضح الأخطار اللي بتدور حوالين مصر في الأربع الاتجاهات الاستراتيجية، دور الشرطة في حماية هذا المجتمع، دور إدارة المخدرات في أنها تأمن شبابنا وتحميه. هذا المؤتمر الذي يقام سنوياً يأتي في إطار الحرص على الارتقاء بالمستوى التدريبي لكافة العاملين في مجال مكافحة المخدرات، من خلال إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات ومعرفة المزيد حول جهود المكافحة وإلى أي مدى وصلت أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لظاهرة الإتجار وجلب وتهريب المواد المخدرة لحماية الشباب من آثارها السلبية.